أحبائي برحب فيكم، وحنعمل اليوم وصفة مختلفة. يمكن أول مرة تدوقوها، خليط ما بين التشيز كيك على التارت على قمر الدين على اليميش، خلطة لذيذة أرجو أنكم تجربوها. المكونات عندي كمان الحلو فيها، ممكن أنوع على حسب الفواكه المجففة اللي أنا متوفرة عندي وعلى حسب المكسرات اللي موجودة عندي. يعني أنا هيك وصفة بستفيد من بواقي المكسرات اللي عندي، بواقي الفواكه المجففة اللي عندي. بالنسبة لطبقة البسكوت أو القاعدة، بسكوت مطحون أي نوع عندكم. نشوف هلأ الخليط اللي حيبقى في الوسط، عبارة عن خليط زي كأنه خليط مهلبية. عندي حليب وكريمة وعندي شراب قمر الدين. طيب مش متوفر عندي شراب قمر الدين، ممكن أعملها بأي شراب آخر، ممكن بالرمان حتبقى كتير لذيذة، ممكن سادة من غير ما يكون فيها أي فليفر أعملها بالحليب. يبقى بزود مقدار الحليب اللي أنا كاتبالكم إياه، بستبدل النص كوب بإشي تاني. هون أنا بحتاج قالب متحرك القاعدة. ليش؟ لأني أنا ما بدي أقلبها. هذا القالب الحلو فيه إنه الطبق هو طبق التقديم، وبيكون عليه الحلقة أو الرنج بهذه الطريقة. حخليه على جنب وأبتدي أجهز الطبقة الأولى. عندي البسكوت المطحون، هحط عليه الجوز، القرفة، وأحط الزبدة، والحليب. هقلب هالمكونات مع بعضها لغاية ما يتشرب البسكوت بالزبدة والحليب وتختلط القرفة معاهم، وتشموا هيك ريحة شهية. وعندي اقتراح كمان، ما تطحنوا البسكوت باودر ناعم قوي، خلوه مجروش. لما تيجوا تاكلوها بتحسوا هيك اشي بيقرمش، فبيعطيكم قوام لذيذ جدا بدل من المطحون ناعم قوي. القالب جاهز، حوزع حوالي نص كمية البسكوت في داخل القالب. ممكن بإيدي أو بالملعقة أضغط شوي شوي لغاية ما طبقة البسكوت هاي تتساوى وتغطي عندي القاع بهذه الطريقة. نضغطها كويس قوي، هخليها على جنب. وابتدي أعزائي أجهز تشكيلة اليميش. زي ما خبرتكم اللي موجود عندكم من الفواكه بتقدروا تستعملوه. هقطع التين كأنه مكعبات صغيرة. الزبيب طبعا ما بحتاج تقطيع اذا كان حبته صغيره، اما اذا كبير بهذا الشكل ممكن اقطعه تقطيع خفيف. الفكره منه لما بتقطعوه بتطلع الخواص منه اكثر وبيلتصق هيك مع بعضه، بيعطيني طعم ألذ يعني. حتى بتشموا ريحته وانتم بتقطعوه بتحسوا انه ريحه الزبيب طلعت. المشمش المجفف بنفس الطريقة، تقطيع إلى مكعبات صغيرة. وإذا حبينا نضيف التمر أو أي نوع آخر، الأراسيا على حسب رغبتكم، حضيف الفستق وكمان الجوز أو عين الجمل وجوز الهند. هخلط مكونات اليميش مع بعضها، هخليها على جنب وأبتدي أجهز المهلبية. في كاسرولة هحط الحليب شوية
شراب قمر الدين أو عصير المشمش، السكر، والنشا. باستعمال مضرب شبك كدوي أحرك هالمكونات لغاية ما أتأكد إنه النشا داب عندي تماماً. أسخن على نار متوسطة مع استمرار التقليب لغاية ما يغلي ويتماسك. بلاحظ الخليط عندي تماسك بهذا القوام كريمي كتير حلو. نشوف القوام، وعلى فكرة ريحته كتير شهية لأنه في قمر الدين. حضيف ماء الورد أو ماء الزهر أو الاثنين على حسب ما أنتوا بتحبوا. حط في النار وأصب الكريمة. هقلب شوي شوي لغاية ما يندمج الكريمة مع الخليط. خليط المهلبية بقمر الدين مباشرة أصبه فوق البسكوت. هوزع حوالي نص كمية اليميش، وقبل ما يبرد عندي الخليط لأنه بدي إياه يتلاصق معه. بحاول هيك بالملعقة شوي شوي أضغط ضغط خفيف، بدي إياه يدخل في داخل الخليط. وبتتذكروا كان عندنا بقية البسكوت، هوزعه بهالطريقة. أكيد أنتوا هلأ بديتوا تتخيلوا هذا الحلى قديش حيبقى طعمه لذيذ. حخليه في البراد لعدة ساعات ونشوف طريقة التقديم. أحبائي، بعد مرور عدة ساعات بطلعه من البراد وبوزع عليه بقية اليميش اللي كانوا متبقيين. بفتح القالب من الجنب بهدوء طبعاً شوي شوي. أحبائي، التارت بعد ما برد وشلت عنه القالب بقدمه في طبق التقديم في منتهى السهولة. وصفة كتير لذيذة، أرجو إنكم تجربوها وتفضلوا.